السلام عليكم طلاب، اليوم راح اشرح لكم من صفحة 18 الى صفحة 22 بالملزمة. الموضوع مالتنا هو خامس نوع من انواع انظمة الاعداد. احنا اخذنا اربعة اللي هي الباينري، عفوا اول نوع هو الديزيمال، اخذنا الباينري، اخذنا الاوكتال، واخذنا الهكسا، كل واحد وبي وزن، واحنا يعني شلون كنا نحول بين وزن ووزن انا علمتكم، العفو بين نظام ونظام علمتكم عليه. اليوم راح ناخذ خامس نوع وسادس نوع وسابع نوع، يعني اخر ثلاث انواع. بس هاي الانواع شنو تفرق عن الانواع اللي قبلها؟ انه هي ما لها وزن، يعني مو مثل الباينري نقول وزنه 2 او مثل الاوكتال وزنه 8، لا. هاي البي سي دي اللي راح ناخذها والجراي والاكسس 3، ذني الثلاث انظمه بدون اوزان. ليش اني عزلت لكم اياها واحد؟ لانه هي تمتاز انه ما تحتوي على اساس ولا اوزان. يعني شنو معناها؟ البي سي دي ما بي وزن، يعني لا هو 2 وزنه، العفو اساسا لا هو 2 ولا هو 16 ولا هو 8، وانما يسمى بي سي دي فقط. الجراي كذلك اللي هو النظام الثاني اللي راح ناخذه، الاكسس 3 كذلك ما بيهم لا اوزان ولا اساسات، يعني من نقول بي سي دي بدون وزن بدون اساس اكتبه هيجي بين قوسين بي سي دي، يعني يجيكم هيجي. واذا نظام جراي بين قوسين جراي، واذا نظام اكسس 3 بين قوسين اكسس 3. شنو معناها؟ معناها انه هاي الانظمه بدون اوزان تنشتغلها وبدون اساسات، يعني هنا ما ينكتب لك اساس، مثل ما كنا نكتب بالباينري، كنا نكتب بالهكسا والاوكتال، كنا نكتب بالباينري 2، وكنا نكتب بالديزيمال 10، وكنا نكتب بالاوكتال 8، وكنا نكتب بالهكسا 16، مو صحيح؟ هذا كله احنا اخذناه بالمحاضرات السابقه. بس من نجي على ذني لاخر ثلاث انظمه اللي هي رقمها 5 و6 و7، لان احنا اول اربع انظمه تكون ويتد، يعني شنو ويتد؟ يعني موزونه. زين، اما اخر ثلاث انظمه تكون غير موزونه، يعني ما لها وزن معين، هاي متفقين عليها من البدايه لازم. زين، فنجي على البي سي دي نسميه فقط بي سي دي، ونجي على الجراي نسميه فقط جراي، والاكسس 3 هو فقط اكسس 3. طلاب، راح نجي نشرح خامس نوع اللي هو هذا البي سي دي، خامس نوع من انظمه الاعداد. خامس نوع اللي هو البي سي دي، يعني شنو بي سي دي؟ يعني باينري كودد ديزيمال، هذا مختصر البي سي دي. هذا النظام يعد من الصفر للتسعة، يعني راح اعد من الصفر للتسعة، معناها عندي جدول، موجود عندكم جدول بالمنزلة طبعا اللي دا اقراه صفحة 18، عندي جدول اسمه ديزيمال وبي سي دي. طبعا البي سي دي له اسم ثاني اللي هو 1 2 4 8، مثل ما تعلمنا على هذا النظام اللي هو الليبل، يا اما يسموه بي سي دي يا اما يسموه نظام ذو العد 1 2 4 8. فاجي الصفر بالديزيمال هو الصفر، 4 صفارة بالبي سي دي. لو اجي على الواحد هو 1 فقط هنا حسب الليبل 1 2 4 8، والباقي كلها صفارة. اجي على 2 هي هاي قيمتها 2 والباقي صفارة. اجي على 3 جاية من 2 زائد 1 والباقي صفر. اجي على 4 هنا 1 و0 0، يعني جاية من 0 1 0 0 الاربعة حسب موقع الاربعة هنا، فانزل الواحد هنا موقع الاربعة والباقي صفر. اجي الخمسة جاية من 4 زائد 1 والباقي صفر. الستة منين جاية؟ جاية من 4 زائد 2 والباقي صفر. السبعة منين جاية؟ جاية من 4 زائد 2 زائد 1، والثمانية موقع الثمانية اخليه صفر، يعني هي 7، يعني اقل من 8. وإذا 8 1 والباقي صفر. وإذا 9 8 زائد 1. طلاب،
هذا الجدول مال بي سي دي يعد اتفقنا من الصفر للتسعة، يعني من العشرة للخمسطعش غير موجود، معناها من الصفر للتسعة موجود بالجدول بس من العشرة للخمسطعش غير موجود في البي سي دي. واضح؟ معناها بالجدول اشوف يعني يعد من الصفر للتسعة، هاي متفقين عليها انه البي سي دي او النظام اللي اسمه 1 2 4 8 نفس الاسم يعد من الصفر للتسعة بس من العشرة للخمسطعش يعتبرها غير موجودة. زين، لعل شلون يفك هالعشرة؟ العشرة يفكها اجزاء، يقول العشرة افكها، هاي افكها اربع ارقام من البي سي دي. فالواحد ايش قلت تمثل على هذا الليبل 1 2 4 8؟ تمثل 3 اصفار 1. زين، والصفر يمثل 4 اصفار. لا تستعجلون، هسه راح افهمكم شلون تحولون من الباينري للبي سي دي، العفو من الديزيمال للبي سي دي. يعني هذا عدد ديزيمال حولته بي سي دي، حولته بي سي دي. لا تدخون بهاي، هسه راح اشوفكم تحويل كامل احول من الديزيمال للبي سي دي. خلاصة الموضوع انه البي سي دي، البي سي دي له اسم ثاني اللي هو 1 2 4 8، يعد من الصفر للتسعة، معناها من العشرة للخمسطعش غير موجود في البي سي دي. لعشون يتعامل ويا العشرة فما فوق؟ يجزئها، يجزئ الواحد ويحله، ويجزئ الصفر ويحله. زين، نفس الحالة إذا أجا مثلاً 30، يجزئ الثلاثة ويحلها ويجزئ الصفر ويحله، لأن عدد 30 غير موجود في الجدول البي سي دي، لأن البي سي دي مقتصر على العد من الصفر للتسعة. شوفوا شلون أنا كتبت لكم هسه جدول نفس الموجود بالمنزلة، فهذا الجدول يعد من الصفر للتسعة، معناها من العشرة للخمسطعش غير موجودة أو غير محسوبة في نظام البي سي دي. شلون نحسبها يا ترى؟ من العشرة فما فوق نجزئ، نجزئ هذا نجزئ واحد لأن الواحد هو موجود بجدول البي سي دي. زين، والصفر أيضا موجود بجدول البي سي دي، فأجزئ العدد وأحل حل طبيعي على جدول البي سي دي أو على الليبل اللي هو 1 2 4 8، نحل حل طبيعي. خل أحل لكم الثلاثة، الثلاثة مين جاية من هذا النظام 1 2 4 8؟ جاي 2 + 1 والباقي 0، والأصفار 4 أصفار، فيصير العدد 0 1 4 أصفار. لحد الآن أخذت النظام بصورة عامة، شوفتكم منين لوين يعد ومنين لوين هو ما يعد. هسه راح أجي أحول من ديزيمال إلى بي سي دي. هذا الجدول موجود عندكم بالمنزلة، وهاي الملاحظات إذا تريدون سجلوها على المنزلة. عندي أول تحويل هو تحويل من الديزيمال إلى البي سي convert، يعني حول from decimal، يعني من الديزيمال إلى، من إلى، من الديزيمال إلى البي سي دي. ما هي الطريقة؟ الطريقة قبل شوية شرحت لكم إياها على جهة، إنه أجزئ كل رقم من الديزيمال يساوي 4 من البي سي دي. معناها إذا إجاني مثال، خل أحل لكم المثال نفسه اللي هو العشرة، عشرة للأساس 10، حول لي يا عدد بي سي دي. فأجي شلون أتعامل وياه؟ أقول ببالي، أقول إنه العشرة ما موجودة بجدول البي سي دي، يعني ما يعدها البي سي دي، وإنما يجزئها البي سي دي. فش يقول؟ العشرة 1 و0. الواحد منين جاية؟ هذا النظام مال 1 2 4 8 اللي هو مال منو؟ مال البي سي دي هذا النظام، ومال نفسه مال باينري. فأجي
أبو الواحد جاية من موقع الواحد فقط والباقي صفر، والصفر جاية من كل الأعداد اللي بالنظام صفر، يعني 1 2 4 8 صفر. زين، فش قد يصير العدد مالتي أقول لي يساوي؟ يصير 3 أصفار 1 4 أصفار للأساس بي سي دي. يعني قلنا بي سي دي ما بأساس، وإنما أكتب العدد بين قوسين وأخلي كلمة بي سي دي. زين، هسه هذا المثال، هذا أبسط مثال. طلاب ليش جزئت؟ لأنه 10 وضحناها أنه هي ما موجودة بجدول البي سي دي، فما طول ما موجودة بجدول البي سي دي إذا إيش أسوي لها؟ أجزئها، أجزئها إلى 1 و0، والواحد أقراها على النظام 1 2 4 8 معناها كل عدد من الدزمو هو 4 من البي سي دي. أخذوها قاعدة، كل عدد، أعيدها ملاحظة، كل عدد، خليكم إياها على جهة نوت، كل عدد من الدزمل هو 4 أعداد من البي سي دي. خذوها قاعدة، هاي ملاحظة، طلاب هذا كله دا احكي صفحة 18، هذا كله دا احكي صفحة 18. زين، هسه هذا المثال اذا تريدون سجلوا ملاحظات، هو نفسه موجود بالمنزلة، اذا تريدون تسجلوا ملاحظات بس على المنزلة. زين، اخذ لكم مثال اخر اللي هو ايضا موجود بالمنزلة، 32. اخذ مثال اخر 32، عدد الدزمل احوله الى بي سي دي. اجي لثلاثة والاثنين، لثلاثة منين جاية؟ قلنا كل عدد من الدزمل هو 4 أعداد من البي سي دي، معناها كل عدد من الدزمل هو 4 من البي سي دي. حكتب لكم بغير لون، شلون افكها؟ افكها على هذا النظام 1 2 4 8، والاثنين همين افكها على هذا النظام، لانه انا نظام البي سي دي هو مختص بهذا الوزن اللي هو 1 2 4 8، هذا الوزن مختص به البي سي دي. لا حد ينسى من اقول لكم بي سي دي باينري كود ديزيمال، هذا معناها الوزن 1 2 4 8، ما اريد احد ينساها هاي الملاحظه. البي سي دي هو الاسم ثاني 1 2 4 8. راح اجي افك الثلاثه، الثلاثه منين جايه؟ جايه من 2 زائد 1، والباقي المواقع تنزل 0. الاثنين منين جايه؟ جايه من موقع الاثنين، هياته هذا موقع الاثنين هذا، والباقي المواقع انزلها 0. إذا جوابي صار، 0 1 0 1 0 للأساس بي سي دي. باعوا لي عليه المثال 32، أيضا موجود هذا المثال بالمنزلة. ودائما أخذوا هاي الملاحظة وياكم اللي هي كل عدد من الدزمل هو 4 أعداد من البي سي دي. عندكم أمثلة هواية بالمنزلة، عندكم مثال 35، 98، 170، 2469، هاي عندكم أمثلة بالمنزلة، راح أحل لكم في الاثنين، وهي كلها نفس الطرق طلاب، كل عدد تاخذوه من الدزمل هو 4 من البي سي دي، وتطبقون الليبل اللي هو 1 2 4 8، يعني نفس الملاحظة تطبق على تحويل من الدزمل للبي سي دي. نفس هاي الملاحظة على كل الأسئلة،
عسماعتكم عدد مكون من 5 مراتب نفس الحل. كل عدد تاخذه تحوله 4 من البي سي دي وتشتغله ليبل 1 2 4 8. راح اخذ لكم مثال ايضا موجود بالمنزله اللي هو 170. 170 الاساس 10 اريد احوله بي سي دي. راح تجي انت الواحد تفكه على هذا النظام 1 2 4 8، والسبعة يوم تنفك على 1 2 4 8، والصفر تنفك 1 2 على هذا النظام 1 2 4 8. الواحد وين موقع الواحد؟ موقعه اغير اللون، هذا موقعه والباقي صفر. السبعة منين جاية؟ جاية من 4 + 2 + 1، ايش قد تصير؟ تصير 7. ومكان الثمانية نخلي صفر، يعني ما استخدمت الثمانية، استخدمت بس الأربعة والاثنين والواحد. طلاب إذا أكو طالب مدى يفتهم أنا شون دا أنزل العدد أنزله على هذا الليبل اللي هو 1 2 4 8، يكتب لي بالكلاس تعليق أو تعليق باليوتيوب على مود أشوف وين المشكلة، وين نقاط الضعف مالتكم. زين طلاب تعليقات باليوتيوب كتبوا لي إياها، كتبوا لي إذا عندكم مشكلة بتحويل العدد العادي إلى ليبل 1 2 4 8، إذا عندكم مشكلة كتبوا لي إياها. زين الصفر شلون أحول الليبل مالته؟ هو كله صفر، يعني لا أشغل الواحد ولا أشغل الاثنين ولا الأربعة ولا الثمانية، كلهم أخليهم صفر. ليش؟ لأن هو صفر. فالعدد مالتي قد صار؟ الجواب 3 أصفار، 1 0، 3 1، 4 أصفار. للأساس ما أنسى الأساس اللي هو البي سي دي. هذا مثال عندكم بالمنزلة. عندي مثال آخر. اللي هو 2469 ايضا موجود بالمنزلة. للاساس 10 حول لي بي سي دي. راح اجيب كل عدد اطبق الملاحظة مالتي، كل عدد من الديزمال هو 4 من البي سي دي، فاجي كل عدد من الديزمال احول هذا الليبل 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8. لحد يبدي لي منا بدايتكم من اليمين منا، اوكي 1 2 4 8 انا ارقمه من اليمين لحد يغلط. الاثنين منين جاي طلاب؟ راح افصل شرح تفصيلي. ليش؟ اخاف طالب ما يعرف شلون كل عدد من الديزمال يفكها على النظام الليبل 1 2 4 8. راح اشرح بالتفصيل. الثنين وين موقعها؟ هنا موقعها، فتخلون 1 والباقي شقد؟ باقي 0 لان ما استغليته. تريدون تسوون جداول بكيفكم طلاب على مود ما يختلط عدد ويا عدد اخر، فش تسوون؟ مجرد خط تجرون، تجرون خط. الاربعه منين جاي؟ جاي من موقع الاربعه والباقي 0، يعني انا استغليت بس الاربعه. زين الستة منين جاية؟ جاية من 4 + 2 والباقي 0. زين التسعة منين جاية؟ جاية من 8 + 1 والباقي 0. فالجواب ايش صار عندي؟ 0 1 0. راح اكتبه هنا تبيكم يا غير لون. 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1. للأساس بي سي دي. فخل أشرح لكم شرح على الصبورة. إيش سويت هنا بهذا المثال؟ كل عدد من الديزمال هو 4 أعداد من البي سي دي، فإذا 4 أعداد معناها الليبل مالتي يصير 1 2 4 8. راح أجي أفصل كل عدد من الديزمال أحوله على هذا الليبل مال 1 2 4 8. ثنين موقع الثنين، إذن يصير العدد 0 1 0.
الأربعة موقع الأربعة والباقي صفر. الستة موقعها جاية من 4+2 والباقي صفر. التسعة جاية من 8+1 والباقي صفر. شي يصير عندي العدد 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 للأساس بي سي دي. هذا المثال موجود بالملزمة. من بي سي دي الى ديسيمال معناها الملاحظه تصير بالعكس. كل عدد من البي سي دي كل اربع اعداد تصير كل اربع اعداد من البي سي دي هو عدد واحد من الديسيمال هو عدد واحد من الديزمل. تنعكس الملاحظة طلاب، كانت كل عدد من الديزمل أفكه 4، هسه كل 4 أرجع 1 من الديزمل. أخذ لي مثال أيضا موجود بالملزمة. طلاب كل الأمثلة موجودة بالملزمة عندكم، بس إذا تريدون تأشيرات إضافية أشروا من السبورة. هسه عندي تحويل من البي سي دي للديزمال، اخذ لي مثال. دائما تعلمت طبعا هو بي سي دي هذا النظام ويريده 20. تعلمت احجز من اليمين اذا اكو مجاميع فاحجز 4 1 2 3 4 هاي اول مجموعه، 1 2 3 4 هاي ثاني مجموعه. أجي أرقم الليبل اللي هو 1 2 4 8 1 2 4 8 وأجي أقرأ العدد. طبعا هاي عدد واحد وهذا عدد الثاني، فأول مجموعة تصير 4+2 6، ثاني مجموعة تصير 8. إذا العدد مالتي هو 8 6 للأساس 10. إيش سويت الطلاب؟ عملية معاكسة، كل 4 أعداد حولت عدد واحد بالدزمه وقريت على نفس الليبل. الليبل ما يختلف، هي فقط عملية تصير معاكسة، الليبل مالتنا ما يختلف. إيش قد صارت؟ 6 و8. أخذ لكم مثال آخر ونعبر على نظام آخر. نأخذ مثال آخر شوية أطول. ايضا تظل نفس الملاحظه. نظامنا العفو مثالنا واحد صفر صفر واحد صفر واحد صفرين صفر ثلاث واحدات واربع صفار. طبعا هذا موجود ايضا بالملزمة. اللي هو اكزامبل 3. راح احللكم يا طلاب على نفس الملاحظة. ملاحظة شو تقول؟ كل 4 اعداد من البي سي دي هو عدد واحد من الدزمه. فاجي احجز من اليمين مثل ما علمتكم، تحجزون 4 مجاميع، هاي 4، هاي 3 4، هاي 2 3 4، وهاي 4. وإذا أكو نقص مثل ما اتفقنا نعوضه من اليسار إذا أكو نقص، وإذا ماكو نقص خلاص أعوفه النظام كما هو أحله. فأجي أسوي الليبل مالتي اللي هو 1 2 4 8 بكل مجموعة، داخل كل مجموعة أسوي الليبل مالتي، داخل كل مجموعة أسوي الليبل مالتي وأجي أقرأ. هذا قرايته 0، ليش؟ لأن كلهم 0. هذا قرايته شقد؟ 4+2+1 ومكان الثمانية هو 0، فما اعتبره، معناها بس الواحدات اعتبرهم. 4+2 6 1 7. هذا ايش قد يطلع قيمته؟ يطلع قيمته 4. ليش؟
لأن هاي قيمة الواحد وهاي قيمة الاثنين وهاي قيمة الأربعة وهاي قيمة الثمانية، فكلها أصفارة عدا هاي واحد، فش قد ينزل الناتج؟ أربعة. راح أجي أقرب آخر مجموعة اللي هي ثمانية زائد واحد تسعة، فش يصير العدد؟ تسعة أربعة سبعة صفر للأساس عشرة. إيش سوي الطلاب بهاي الحالة؟ كل عدد من العفو كل أربع أعداد من البي سي دي حصرتها حجزتها من اليمين، وإذا أكو نقص عوضتها من اليسار، هنا ما عوضت لأن ماكو نقص، وأجي أقرأ مجاميع اللي هي واحد اثنين أربعة ثمانية وأقرأ المجاميع مالتي واحد اثنين أربعة ثمانية واحد اثنين أربعة ثمانية واحد اثنين أربعة ثمانية، فمجاميع أجي أقرأها، هاي إيش قد تصير؟ صفر. هاي تصير سبعة، ليش؟ أربعة زائد اثنين زائد واحد. زين طلاب، والمجموعة الثانية اللي تصير أربعة وهاي تصير تسعة. هاي الأمثلة كلها اللي أخذناها موجودة بالمنزلة. أعيد إعادة سريعة طلاب على المثال، شلون أحول من بي سي دي إلى ديسيمال؟ الملاحظة كاتبت لكم إياها بجهة اليمين، كل أربع أعداد من البي سي دي هو عدد واحد من الديسيمال، فش أسوي؟ أسوي حجز للمجاميع من اليمين، وإذا أكو صفر أعوضه باليسار، هنا ما عندي صفر أعوضه ما عوضت، فإجيت حجزت مجاميع رباعية من اليمين، أوكي طلاب؟ ونفس الملاحظة إذا أكو عدد عشري تحجزون من اليسار بعد الفارزة تجون تقرون مجاميع، المجاميع تنقري على نفس يعني العملية معاكسة تصير طلاب، تلاحظون إنه أنا بدل ما أحد يعني بدل ما هو واحد وأحوله أربعة، إنه أنا عندي أربع مجاميع وأحولها واحد عدد واحد، فنفس الليبل اللي هو واحد اثنين أربعة ثمانية أقرأ عليه ويطلع عندي ناتج.